السلام عليكم. مرحبا أيها الأحبة، حديثي لكم في هذه الدقائق سيكون حول سماحة الشيخ أحمد الخليلي. الشيخ أحمد حفظه الله وشفاه وعافاه، قبل فترة، قبل أيام، أتى من العلاج من ألمانيا. الشاهد أنه كل أهل عمان من إخواننا أتباع المذهب الإباضي وأهل السنة وإخواننا الشيعة وكل العمانيين، الجميع، الكل كان يدعو للشيخ في فترة علاجه. الكل كان بعد رجوع الشيخ، الكل كان فرحان كأنه عيد. السؤال، لماذا الشيخ أحمد الخليلي أصبح الكل يحبه؟ لماذا أهل السنة يحبون الشيخ أحمد الخليلي؟ لماذا إخواننا الشيعة يحبون الشيخ أحمد الخليلي ويحترمونه؟ لماذا؟ طبعا من المعروف أنه كون أتباع مذهب معين يحترمون مراجعهم بحجم الشيخ أحمد، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، حاجة طبيعية جدا، لا استغراب في ذلك. ولكن السؤال، كيف استطاع الشيخ أحمد الخليلي أن يكتسح قلوب الجميع؟ كيف؟ هذا هو السؤال. الرجل لو تمعنا في إنتاجه الفكري، لو تمعنا في ألفاظ هذا الرجل، الرجل غاية في التهذيب، غاية في اللطافة، غاية في حسن الخلق. الرجل من دعاة الوحدة، الرجل من دعاة التقارب، الرجل من دعاة التقارب، الرجل يعي خطورة الفتنة الطائفية والمذهبية إذا تواجدت في أي وطن أو بلد. يعني هذه فعلا قضية محيرة، حصول إجماع على سماحة الشيخ أحمد الخليلي، فعلا قضية محيرة. نحتاج فعلا أن نقدم الشيخ أحمد كنموذج للعالم الخارجي، كيف أن هذا الرجل في حلقة المديفر، عبد الله المديفر يسأل سماحة الشيخ، عندما استضاف سماحة الشيخ يقول له: أنت مفتي الإباضية أو شيء من هذا القبيل؟ فقاطعه الشيخ، قال: أنا مفتي سلطنة عمان، أنا غير محسوب على مذهب، أنا أنطلق في فضاء الإسلام. هذه ميزة الشيخ أحمد، أنه لم يضع نفسه في دائرة ضيقة، في دائرة مذهبية. لذلك لا نستغرب أبدا حصول هذا الحب الشيخ أحمد الخليلي. وأنا أرجو من الجميع، أرجو من الجميع، الآن كثير من الأقزام ظهروا هنا أو هنا يريدون أن يتسلقوا وأن يصلوا إلى الشهرة عن طريق النقاط الخلافية والتجيش. كل يدعي أنه هو الحق، الحق المطلق، وأن الحقيقة يملكها من الأقزام، من جميع المذاهب. هؤلاء خطر على عماننا الحبيبة، هؤلاء خطر على الشباب، هؤلاء خطر على التدين. يجب أن ننتبه. ونموذج الشيخ أحمد الخليلي نحتاج منه مئات النسخ في عالمنا العربي والإسلامي. أسأل الله أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يوفقه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأن يطيل عمره في خدمة الإسلام وعمان والبشرية. والحمد لله رب العالمين، ودعائي لسماحة الشيخ ووصيتي للجميع أن يدعو للشيخ، والسلام عليكم.